هذا وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع الحصيلة الإجمالية للضحايا منذ بدء العدوان الإسرائيلي لتبلغ 2083 قتيلا و 9869 مصابا. وأوضحت الصحة اللبنانية أن الغارات الإسرائيلية خلال 24 ساعة الماضية استهدفت بلدات وقرى جنوب لبنان والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل وجبل لبنان، وأسفرت عن مقتل 22 شخصا فضلا عن إصابة 111 شخصا بجروح.